فلذلك البلد الطيب لا يليق به إلا الإنسان الطيب، والإنسان الطيب في البلد الطيب لا يكون منه إلا العمل الطيب. أن مكة بلد طيب، لذلك ما رضي الله عز وجل لها من الناس إلا الطيب، فمكة لا يدخلها غير المسلم ولا يسكنها إلا المسلم، لأنها بلد طيب. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، واضح؟ فلذلك البلد الطيب لا يليق به إلا الإنسان الطيب، والإنسان الطيب في البلد الطيب لا يكون منه إلا العمل الطيب. لذلك يكون الإنسان إذا بلغ هذا المكان على أعلى ما يكون من الخلق الحسن، وأعلى ما يكون من الحرص على العمل الصالح الطيب، فهو في البلد الطيب، فيكون هذا شأن الإنسان. ولذلك كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: لولا الهجرة لسكنت مكة، إني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم أرى القمر بمكان قط أحسن منه بمكة. فهذا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتقول: ما منعني من سكن مكة بعد الفتح إلا قضية الهجرة، حتى لا يفوتها ذلك الأجر العظيم، ذلك الأجر العظيم.